إمساكية رمضان. من أهم مظاهر احتفال المصريين بشهر رمضان المبارك ظهور إمساكية رمضان. ظهرت إمساكية رمضان لأول مرة في عهد مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا، وبالتحديد عام 1846 ميلاديا، لترتيب أوقات الصلاة والصيام وطلوع الشمس وغروبها بشكل منظم وفقا للتقويم العربي الهجري. وكانت الإمساكية مكونة من صفحة واحدة في أعلاها صورة محمد علي باشا الكبير، وإلى جانبها نص يحتوي على هذه الكلمات: أول يوم رمضان الاثنين، ويرى هلاله في الجنوب ظاهرا كثير النور قليل الارتفاع، ومكسه 35 دقيقة. محمد علي باشا قام باستيراد مجموعة من المدافع، ومنها مدفع ألماني نصبه فوق القلعة، كان يطلق قصيفة وقت السحور وأخرى وقت الإفطار. ثم توسع حكام الأسرة العلوية في اقتناء هذه المدافع لإعلام الناس بوقت الإفطار ووقت السحور. وفي عهد الخديوي إسماعيل قام بإدخال التقويم الميلادي إلى جانب التقويم الهجري، فاضطر إلى تعديل شكل هذه الإمساكية. قام باقتناء مدفع آخر أطلق عليه مدفع الحجة فاطمة، نسبة إلى ابنته فاطمة بنت إسماعيل التي كانت تبرعت فيما بعد بأرضها لإنشاء الجامعة المصرية أو جامعة القاهرة. ثم توالى عدد المدافع في الانتشار، فوصل عددها في مطلع القرن العشرين إلى 5 مدافع، كان منها 2 في القلعة و2 في حي العباسية و1 في حي مصر الجديدة. ومنذ ذلك الحين أصبح إمساكية رمضان ومدفع رمضان من أهم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم.